سلام الله عليكم، أسعد الله أوقاتكم، مرحبا بكم لنقرأ معا الصحف المغاربية الصادرة اليوم. وفي هذا الموعد وكما تعودنا مشاهدينا في كل مكان، نستهلها بالاطلاع على جديد الصحف الجزائرية، الصحف الجزائرية التي نبدأ قراءتها من صحيفة الخبر اليومي. الخبر اليومي عنونت صفحتها الأولى: بعد إعادة فتح ملف شكيب خليل بإيطاليا، العدالة الجزائرية مطالبة بالتحرك. الخبر وفي هذا الموضوع بالضبط المتعلق بالمتابعات القضائية للوزير الأسبق شكيب خليل، اتصلت بالكثير من المعنيين من حقوقيين ومحامين. المحامي عبد الغني بادي قال على النائب العام أن يتحرك ليحيل الملف أمام قاضي التحقيق. الحقوقي غشير قال من واجب النيابة أن ترسل الملف من جديد إلى المحكمة العليا. رأس العين على النيابة التحرك بعد بروز عناصر جديدة في الملف. وهبول قال لا يمكن أن يبقى القضاء الجزائري صامتا. هذا فيما يتعلق بملف الفساد وما كان يعرف بملفي سونطرك 1 و2. ملفات أخرى أيضا تطرقت إليها الخبر اليومي، وخصوصا حراك قطاع التربية والأطباء المقيمين. قالت الخبر: فصل مضربي كنابست يتواصل واحتجاج التلاميذ يتزايد، قطاع التربية فوق بركان. هكذا وصفت الخبر ما يجري في قطاع التربية. في صحيفة الشروق اليومي نقرأ عن ذات الموضوع المتعلق بقطاع التربية، وقالت أن وزارة التربية تبحث عن مخارج نجدة لمواجهة الآثار والخاصة بالإضرابات. مراجعة رزنامة الاختبارات تقول الشروق اليومي: ودمج الدروس لإنهاء البرنامج. الترخيص لمجالس الأقسام ببرمجة الامتحانات حسب خصوصية كل مؤسسة. وزير الصحة الأسبق سعيد بركات أجرت معه صحيفة الشروق اليومي حوارا عنونته المستشفيات تسير بقوانين بدائية. وقال عن ما يتعلق بإضراب الأطباء: لا حل أمام الوزارة إلا مفاوضة الأطباء، ويجب مراجعة الخدمة المدنية. في صحيفة البلاد نقرأ أيضا عن إضراب الأطباء أو إضراب الأساتذة أيضا. البلاد عنونت صفحتها الأولى حول نسبة الاستجابة للإضراب، قالت بأن حرب أرقام بين الوزارة والنقابات في هذا الموضوع. زوخ من جهة أخرى: والي العاصمة يؤكد أن القضاء على البرارك متواصل، أكبر عملية ترحيل قبل رمضان. 500 عائلة تقول الصحيفة متهمة بالتحايل والتزوير للحصول على سكن. هذا بالنسبة للصحف الجزائرية الصادرة بالعربية. الصحف الجزائرية الصادرة باللغة الفرنسية نقرأ في صحيفة الوطن في صفحتها الأولى: تعليمة جديدة لبنك الجزائر لا مبررات لمصادر المال. وأيضا في الصفحة الأولى لصحيفة الوطن نقرأ موضوعا متعلقا بإضراب الأطباء المقيمين، وقالت أن المسيرات الخاصة بهم أي بالأطباء المقيمين كانت عبارة عن استظهار للعضلات في وهران نتيجة لنجاحها. ذات الموضوع سنقرأه في الصفحة الأولى لصحيفة لوسوار دالجيري التي قالت أن الأطباء المقيمين طبعا نجحوا في مسيرتهم، وعنونتها نجاح مسيرة الكرامة. هذه أهم ملفات الصحافة الجزائرية الصادرة هذا اليوم والمتعلقة بملفي الإضراب وملف القضاء الجزائري الذي من المفروض أن يطالب ومن المفروض أن يكون مطالبا بالتحرك في هذا الملف. ينضم إلينا لمناقشة هذه الملفات القانوني الحقوقي والناشط الحقوقي المحامي الأستاذ بالقاسم نايت صالح. بالقاسم نايت صالح، بعد الترحيب بك، يتساءل المتتبعون وقراء الصحف ومتابعينا ومشاهدينا عن هذا العنوان: العدالة الجزائرية مطالبة بالتحرك في قضية ما يسمى بملف شكيب خليل. كيف تقرأ هذا العنوان؟ أهلا بك وبمشاهديك. يستحضرني ما قاله السيد رئيس الحكومة الحالي منذ شهور في قضية شكيب خليل، المعروفة بقضية شكيب خليل الوزير السابق للنصر.
قال بأن العدالة الجزائرية أصدرت أمر باللاوجه للمتابعة، بينما القضاء الإيطالي يفاجئنا هذه الأيام بإعادة القضية إلى الواقع والمتابعة في قضية ما يسمى قضية أوني سايكام الجزائر وقضية أوني بنيجيريا. ليس لابد أن الكل فيه وكل الفكر وكل شريف أن يكون له الشجاعة والنزاهة العلمية لقول الحقيقة. القضاء القضاء الجزائري ليس فقط طلب يلزم، ولكن كقانوني ومحامي لابد علينا أن نحترم نصوص قانون الإجراءات الجزائية. قانون الإجراءات الجزائية واضح وكان على القضاء منذ البداية أن يكون محترما بهذه النصوص. ينعقد الاختصاص في متابعة أي من أشخاص وزير كان أم إطار سامي أن حسب قانون الإجراءات الجزائية أعطى إليهم ما يسمى بالامتياز التقاضي، وبالتالي كان منذ البداية على الملف قبل أن يتم تلغيمه، وأؤكد قبل أن يكون أن يتم تلغيم الملف أن يكون اختصاص ينعقد الاختصاص إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، وعليه أن يحيل إلى مستشار بالمحكمة العليا لإجراء التحقيقات. أستاذ بالقاسم، استظهار الحقيقة. أستاذ بالقاسم نايت صالح، على فرض أن ما صرح به الوزير الأول أحمد يحيى في هذا الملف يكون صحيحا، وأن العدالة الجزائرية فعلا أصدرت أمرا بانتفاء وجه الدعوى بالنسبة لقضية شكيب خليل، هل ظهور هذه العناصر الجديدة وفتح الملف بالنسبة للقضاء الإيطالي يمكن ويمكن من الناحية القانونية القضاء الجزائري من إعادة فتح الملف؟ دعني أكون صريح، كان على السيد وزير الأول احتراما للمؤسسات أن لا يتدخل ويتكلم باسم القضاء، هو يمثل السلطة التنفيذية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتكلم باسم السلطة القضائية. بين قوسين لابد تكون الشجاعة، القضاء في الجزائر غير مستقل، وبالتالي لا يمكن لكن القول بأن القضاء الجزائري سوف يفتح تحقيق. المفروض أن القضاء مستقل ملزم، وأنا أؤكد كلمة ملزم. نعم. أنا ذاك على فتح تحقيق أن يأخذ مجراه ومجراه وأن يستمر التحقيق في استبيان الحقيقة. لكن يعني هذه قضية صفحت محل جدل ووقت وكلام يعني ليس لا يموت بصلة بالقضاء. على القضاء لما بلغت هذه العناصر، نعم، وخاصة صاحب الدعوة العليا وهي النيابة العامة على مستوى المحكمة العليا أن تعيد تحريك هذا الجديد بناء على العناصر الجديدة. في ذات السياق أستاذ بالقاسم نايت صالح، وفي هذا السياق بالضبط نقرأ في صحيفة الوطن وفي صفحاتها الأولى ما يتعلق بإصدار بنك الجزائر لتعليمة جديدة. هذه التعليمة تلغي أي مبررات وأي جستيفيكاتيف بين قوسين لوضع الأموال ولمصادر الأموال التي ستوضع في هذا البنك. هل يمكن قراءة هذه التعليمة على أساس أنها يمكن أن تكون مضرة بالبنك وبالأموال نتيجة لأنها قد تدخل فيما يسمى بتبييض الأموال مجهولة المصادر؟ لابد أن نرجع إلى مصدر التعليمة الصادرة من السلطة النقدية وهي البنك المركزي. جاءت متأخرة لأن ما يعانيه المواطن لما حساب أو يستخرج أمواله ما هوش منذ الأمس أو منذ اليوم، لا، هذه منذ سنوات. البنك المركزي تحت وقفة الأزمة المالية والعجز
ومحاولة تعطير السوق الموازي أصدر هذه التعليمات. لكن إشكال واقع، لماذا البنوك منذ سنوات تصرفت بهذا المنطق أنها تمنع المواطن؟ وليس من مهمة البنك أن يقوم بعمل استخباراتي حول مصدر الأموال أو عدمها، كانت شرعية وعدمها. هناك مؤسسات وأجهزة وآليات تقوم بالواجب. لكن اليوم احنا لدينا سوق موازية، يعني لا تخدعني أي سلطة. نعم. والدولة غير قادرة أن تكبح دماء السوق الموازية. السوق الموازية تنتج كمية هائلة من السيولة على البنك المركزي، الآن يريد أن تعطيها. هي محددة حاليا لأنها أتت في ظرف أزمة، لكن هل هي ترقية أو هي ترقية للعمل المصرفي أو هي أو هناك أهداف واستراتيجية نعم لتخطير السوق الموازي؟ شكرا. هذه التساؤلات تبقى بدون أجوبة في الظرف الحالي. شكرا الأستاذ المحامي والناشط الحقوقي بالقاسم نايت صالح على مشاركتك ومناقشتك لملفات الصحافة الجزائرية الصادرة هذا الصباح. طبعا ستتابع معنا ومع كل مشاهدينا أيضا اطلاع على الصحف التونسية الصادرة اليوم، يقرأها مراسلنا غفران الحسيني. مرحبا غفران. مرحبا زميلي عبد السميع، تحية إليك وإلى كافة السادة المشاهدين. نستهل جولتنا في الصحافة التونسية الصادرة اليوم بصحيفة الشروق تحت عنوان رئيسي تصدر الصفحة الأولى: الطبوب يوجه رسائل سياسية قوية، إشارات لمرحلة جديدة. حيث تابعت الصحيفة ما كان قد صرح إلى به نور الدين الطبوب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أمس الأربعاء لدى إشرافه على المؤتمر 13 للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد. دعا إلى تدعيم الحكومة ببعض الكفاءات الجديدة للحد من تفكك أجهزة الدولة. وقال في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر المنعقد تحت شعار وفاء للشهداء وانتصار لثورة 17 من ديسمبر، قال: يجب تدعيم الحكومة ببعض الكفاءات الجديدة للحد من تفكك أجهزة الدولة وتحقيق التقارب في وجهات النظر بين مختلف الأطراف. وقد أكد الطبوب أن الحكومة مطالبة أو بتحقيق نتائج في مستوى تطلعات الشعب ومراعاة لمصلحة البلاد التي تظل فوق كل اعتبار على حد تعبيره. نتحول الآن إلى صحيفة الصباح وفي ذات الموضوع: هل انتهى الود بين اتحاد الشغل والحكومة؟ كان للصحيفة قراءة أخرى لدعوة الطبوب إلى تحوير وزاري، حيث استعرضت الصحيفة مضمون كلمة نور الدين الطبوب أمس في سيدي بوزيد، والتي أبرز خلالها ضرورة توحيد البرامج ووضع برنامج مشترك وشامل لكل المجالات، داعيا إلى ضرورة تحوير وزاري لضخ دماء جديدة داخل الحكومة. واعتبرت الصحيفة أن مرحلة الود التي كانت تجمع اتحاد الشغل بالحكومة خلال الفترة الأخيرة رغم كثرة الانتقادات السياسية من طرف الأحزاب وخاصة الحزب الحاكم لحكومة يوسف الشاهد، إلا أن اتحاد الشغل وكأنه يخطو خطوة إلى الأمام ويرفع يده أو قل أنهى عملية الود بينه وبين الحكومة بعد أن وجه لها انتقادات ودعا إلى تحوير وزاري لضخ دماء جديدة صلب الحكومة الحاكمة. نختم جولتنا في الصحافة التونسية بصحيفة الصحافة: لا شيء نهائي حتى الآن. تابعت الصحيفة المقدمات الأولى للانتخابات البلدية التي عرت تماما واقع المشهد السياسي والحزبي في تونس. أكدت أيضا أن السنوات السبع ما بعد الثورة لم تكن عجافا في حدود الاقتصادي والاجتماعي والتنموي فحسب، وإنما ضرب عجافها المشهد السياسي والحزبي الذي صاغته النطيحة والعرجاء منذ الثورة. على حد تعبير الصحيفة: سنوات سبع لم تكن كافية لصنع ماكينات حزبية قوية في نظامها وعتادها البشري، بل دفعت لنا بكائنات وبمجرد ظواهر صوتية منتفخة بالفراغ، وهو ما كشفت عنه
القائمات المقدمة للانتخابات البلدية، حيث لم تتجاوز أغلب الأحزاب 40 دائرة انتخابية، في حين تقدمت النهضة بقائمات غطت أغلب الدوائر البلدية، وقد تصل اليوم قبل إغلاق باب الترشح إلى تغطيه 350 دائرة، في حين الجبهة الشعبية بكل مكوناتها اختارت الصمت الانتخابي قبل وقته، معولة على رصيدها المضمون في الجهات، ولن تتجاوز في كل الأحوال 100 قائمة من طرائف الانتخابات البلدية. أما يسمى بالائتلاف المدني يضم 11 حزبا لم يتمكن إلى حد كتابة هذه الأسطر من تجميع 30 قائمة، وتلك حدود الله على حد تعبير الصحيفة. هذا زميلي عبد السميع تقريبا أبرز ما تناولته الصحافة التونسية التي صدرت هذا اليوم. نشكرك غفران، ونقترح أيضا متابعة للجديد في الصحف المغربية الصادرة اليوم التي يقرأها مراسلنا من المغرب نبيل عبد اللاوي. نرحب بك نبيل، وما جديد الصحف في المغرب؟ مرحبا بك زميلي عبد الحي وبجميع السادة المشاهدين. جديد الصحف المغربية الصادرة هذا اليوم نستهلها بيومية الأحداث المغربية في عنوان غطى جميع الصحف المغربية والمتعلق بتفكيك خلية إرهابية بالمغرب. شخصيات ومواقع سياحية تنجو من الإرهاب، تفكيك خلية اعتدى أفرادها على مواطنين بطنجة بدعوى تغيير المنكر، حيث أوقفت مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية 6 أشخاص ينتمون لخلية إرهابية يتزعمها معتقل سابق أمضى عقوبة سجنية على ذمة قضية إرهابية سابقة. وأظهرت التحريات حسب بلاغ لوزارة الداخلية أن المتهمين متورطون في اعتداءات في حق عدة أشخاص بهذه المدينة باستعمال أسلحة بيضاء وعصي وأقنعة. في ذات اليومية دائما في عنوانها الأبرز نعوش التاكسيات، احتج مجموعة من السائقين بالدار البيضاء قرب حي سباتة مرجعين الأمر لتضررهم من ارتفاع أسعار المحروقات، وهو ما يجعل السائق خاسرا ويدفعه إلى الرفع من التسعيرة، وألقوا باللئيم في الموضوع على الحكومة التي لا تقوم بدورها في مراقبة هذه التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات. نتحول إلى يومية الاتحاد في ذات الموضوع الذي كما قلنا في بداية هذه المداخلة غطى جميع الصحف المغربية. ضربة جديدة لدعاة القتل والإرهاب، تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش مكونة من 6 عناصر. وأكدت المصادر أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز أسلحة بيضاء عبارة عن صواطير وسكاكين مختلفة الأحجام وكذا عصي وسلسلة حديدية وسراويل عسكرية، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية. في ذات اليومية دائما رفع مذكرة المطلب بها إلى رئيس الحكومة والمطالبة بإبرام اتفاق جديد قبل فاتح ماي في إطار التنسيق الثلاثي بين المركزيات النقابية، التي قررت رفع مذكرة إلى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني قبل فاتح ماي لانطلاق جديد للحوار الاجتماعي. نتحول إلى يومية الحركة، الطفولة هي دعامة المستقبل وأمل البشرية في غد أفضل، حضارة الأمم والشعوب تقاس بعنايتها واهتمامها بأطفالها، المغرب على استعداد ليضع رهن إشارات أشقائه الأفارقة التجربة التي راكمها في مجال حماية الطفولة. هذه بعض العناوين التي جاءت في الرسالة التي بعث بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى المشاركين في المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة. وانطلاق الجولة الأولى من المفاوضات حول الميثاق العالمي للهجرة بنيويورك قبل التوقيع عليه بالمغرب، حيث انطلقت أمس على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أشغال الجولة الأولى من المفاوضات حول الميثاق العالمي للهجرة، والتي تروم التوصل إلى النص النهائي يتم التوقيع عليه في المغرب بعد المصادقة عليها. نختتم هذه الجولة في الصحف المغربية الصادرة هذا اليوم بيومية رسالة الأمة، التي خصصت أبرز عنوان لها للرسالة التي بعث بها العاهل المغربي إلى المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة. رسالة الأمة أيضا أشارت إلى تفكيك الخلية الإرهابية موالية لداعش مكونة من 6 عناصر، وإعلان الرباط يدعو إلى تعزيز استقلالية القرار الإفريقي وإرساء ثقافة التضامن والتعاون بين الأفارقة، والتعاون الإسلامي والإيسيسكو يدقان ناقوس الخطر حول تأثير الجماعات المتطرفة والإرهاب على الأطفال. كان هذا إجمالا أبرز وأهم العناوين التي ميزت الصحف المغربية الصادرة هذا اليوم. زميلي عبد الحي.
شكرا نبيل. إذا لم يبقى في حوزتنا وفي جعبتنا مشاهدينا إلا فقرة الكاريكاتير، نتابعها ختاما لهذا الموعد. شكرا مشاهدينا على المتابعة وإلى اللقاء.